كمان من أخبار المدارس بيقولوا ممنوع دخول المحمول، كذا يعني أمر وزارة التربية والتعليم بتنبه عليه وبتقول ممنوع. أرجوكم نحاول نلتزم بالحاجات دي. في حاجات بقى إحنا لما بنبقى الوزارة بتقول حاجات ما بتعجبناش بنقول ده غلط وده ما مش موافقين عليه وده كده، لكن لما يقولوا حاجة حلوة لا، نقف جنبهم ونساعدهم كأولياء أمور. اللي هي إيه مثلا؟ وأنا بتمنى ده يكون موجود مش بس في المدارس الحكومية، في المدارس الخاصة، في اللغات، في الدولية. أرجوكم دي حاجة كويسة جدا. منها عدم إن يعني ما يكونش الطالب معاه تليفون محمول في المدرسة، عدم ارتداء البناطيل المقطعة، إن ما يكونش الطالب رايح ببنطلون مقطع بقى وكنوع من الروشنة سواء ولد أو بنت، تمام؟ الالتزام بالزي المدرسي، خلع اي اكسسوارات زي الحظاظات او السلاسل وتركها في المنزل. الولاد اللي هو اللي بيلبس الحظاظه والسلسله اللي طالعه بره واللي ما اعرفش ايه، والبنت اللي رايحه المدرسه مثلا متمكيجه ولا رايحه عامله كذا، كل ده يبقى ممنوع. كما طلبهم بالالتزام بمواعيد الحضور، تقصير الشعر بشكل طبيعي، يعني مش بيقول لك ان هو قصر شعر الولد خليه زي ما يكون داخل الجيش كده او شعر قصير خالص، لا هو بيقول لك طبيعي، يعني لا يكون طويل قوي. الولاد اللي بيسيبوا شعرهم كده، البنات اللي هي بتروح رايحه المدرسه وسايبه شعرها برضو، ده ممنوع. الابتعاد عن اي خروج عن المألوف. ده انا بشوف ان الحاجات دي كويسه. الحاجات دي على فكره هي اللي بتبني شخصية الولد أو البنت، فكرة الالتزام، فكرة سيب كل واحد بحريته وكل واحد يعمل اللي هو عايزه، انت مالك ومال شكله وبتاع ايه، ما بيعملش حاجة. صدقوني احنا شخصياتنا بتتبني من كده، ان حد يقول لنا النظام اهو ده عيب، ده حرام، ده ما يصحش، ده غلط، ده صح، هو ده اللي المفروض يحصل. ادوا المدرسة أولوية في ده. يعني مش عارف ايه الفكرة ان ابنك يروح المدرسة بسمارت فون معاه موبايل قد كده وعمال يتكتك ويدخل على الانترنت، هيعمل ايه بيه؟ هو عنده يعني الشركة متوقفة على يعني الحسابات بتاعته رايحة وجاية فبيتابعها عن طريق الموبايل في المدرسة؟ مش ممكن يكون ده. انا متفاهم جدا ان في ولاد بيبقى معاهم اللي هو الموبايل الصغير، ابو اللي هو الصغير خالص ده كده، عشان لظروف معينه والده بيجي ياخده او بتاع ومش عارف ايه، بيطفيه وقبل المدرسه بيشغله، ربما الدنيا تمشي. لكن هم دايما الاعتراض على فكره السمارت فون، الموبايل اللي هو فيه الانترنت، اللي هو فيه الافلام، اللي هو فيه الفيديوهات، اللي هو فيه ممكن نتصور، اللي هو فيه كذا وكذا وكذا وكذا. الولاد بيشغلوا بعضيها، اوقات بيبقى فيه امور مخله، اوقات بيبقى فيه اصلا حتى الجيمز اللي هم بيقعدوا يلعبوا العاب مع بعض، ياخدوا بعيد خالص عن فكره التعليم وفكره التربيه. انا بشوف ان الحاجات دي احنا كاولياء امور لو خدناها على عاتقنا والتزمنا بيها، اعتقد يعني خطوه ان ولادنا يبقوا كويسين، وفرصه ان احنا نعرفهم ان كل مكان لازم نحترم نظامه ونحترم أدابه. رايحين المدرسة لها أداب معينة ونظام معين يجب علينا إن إحنا نحترمه. في ولاد بتشوفهم دلوقتي ما تعرفش ان دول رايحين المدرسه، اللي هم بيبقوا عاملينه في نفسهم شكل. لا والبنات، انا بشوف البنات، بتكلم ولاد مش على الولاد ولا بتكلم في العموم، يعني ولاد ولادنا وبناتنا، يعني انا بستغرب رايحين المدرسه اصلا خالص يعني. وبستغرب جدا من البنت اللي هم سايبينها تنزل بمكياج ورايحة المدرسه، تنزل ب يعني لبس واخده معاها كمان عشان يليق او شعر مش عارف من انعكاسات بشكل معين. لا، انت رايحة تتعلمي ايه؟ تتعلمي السلوك والاداب، وتتعلمي اللي هو التعليم الاكاديمي، مش بس رايحين فسحة يعني.